siyaasiin iyo wax garad kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si weyn waxa ay uga soo horjeesteen hanaanka loo wado maamulka la doonayo in loo sameeyo gobolada dhexe ee Soomaaliya. Warbixintan magaalada Muqdisho waxay nooga soo diray Cabdirasaaq Jaamac Cilmi. كدب كلن بلارن او اسوغي يمادين سياسيين وحقارد علماء الدين يا هوين سوماليات اسلامر كان اللوغة هاللي اراكتدا قرشاها مامولك اللوغو سمينا يو قبلة دا مدقية قلقدودة سوماليا ايا وحا اسوين كاكسور جيستين مامولكاسي او ايشيغين ان اسكوغا نعسانين هنانك اللو مارين ايو ايا غون باق ادري مدحدة دولة دا سوماليا هدابا واكوان اراكتدا سياسيين تيو ديال دقامات كي كلن كان يكاها اللي او قبقبدي سو ساري باق نور قضبكا كوبان بيش عالمك دولة فدرالك هي انت او قصيه ما ملو سمينتا قبلدا سوماليا قارهان قلقدود هي مدو ان لغفو جيقنادو دك يا مالها خشيرا يوي هذا المدو بيه قلقدوده او سير ايسي او سير امهاته دك يا روحوك دو حوك بيه لبطل قوم بيه دولة فدرالك سوماليا وحي بشي لوليو سدو كذي كنا واغذي قرشة مامور قبلات لوغو سمعين ايو قبلات دحاء سوماليا بيش وحي اسلو وحي سودة وينيسا دلالة شعبك سومالياد كوة جهان ان ديبلو سوحيليو هنانك دولة نمو يدا اول الالين ايو شروع دهو تكسان دالك اسلامر كان لتحقلين ايو ربطانك دادك سومالياد ان اي ايهو كتشرا qorshaha dhawaan lagu dhawaaqay ee maamul sameynta gobolada dhexe waa mid meel ka dhac ku ah bulsho weynta beesha waxaysla Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black Somali Channel Muqdisho